اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل ايام اعلن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان السادس من حزيران عام 2021، يعني حزيران القادم بعد نحو 10 اشهر، سيكون موعدا للانتخابات لاجراء الانتخابات المبكره في العراق. يعني السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الإعلان من كل العراقيين، لماذا طالب أهل العراق بإجراء الانتخابات المبكرة عبر ثورة تشرين المباركة التي انطلقت في الأول من تشرين أول عام 2019، أي قبل 10 أشهر أيضا، وما زالت مستمرة؟ والغاية من 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 إعلان الكاظمي لموعد إجراء هذه الانتخابات في السادس من حزيران القادم، يعني هذه السؤالين يعني متداخلة مع بعضها. بالإجابة على السؤال الأخير اللي يقول لماذا الكاظمي يعني أعلن هذا، نقول وفقا لمعطيات الواقع العراقي، طبيعة وشكل النظام الحاكم في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، نقول أن قرار الكاظمي كان الغرض منه يعني ثني الشارع العراقي من استمرار مظاهراته، قمع التظاهرات وإنهاء هذه التظاهرات بالادعاء أن جرى تلبية مطالبكم، جرى التلبية لأهم مطلب لكم وهو إجراء انتخابات مبكرة، وها نحن قد وفينا بهذا الوعد والعهد مثلما أردتم، ولبينا طلبكم بإجراء هذه الانتخابات. وقبلها كنا قد تحدثنا، هكذا يقول الكاظمي وهكذا يقول شكل النظام والقوى السياسية في العملية السياسية، قبلها تحدثوا عن أنه سيسعون إلى تقديم الفاسدين إلى العدالة ولم يحصل شيء، سيسعون إلى تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة ولم يحصل شيء ولم يكشف عنهم، لكن هذا الحديث هم يعتقدون أنه كافي لتضليل العراقيين والإيحاء بأن مطالبكم قد تم الاستجابة إليها، فبالتالي لا موجب لاستمرار تظاهراتكم، أو لا موجب لأن التظاهرات تعد بأنها يعني ستتوسع وستعود إلى زخمها القوي وإلى موجاتها العالية، لذلك يحاولون قطع الطريق من الآن، ولا حاجة إلى هذا الموضوع والمواجهة معكم ومع القوى الأمنية والقوى العسكرية التي قد تقتلكم قد بهذه الطريقة، وهي مطلوب من عندها حمايتكم مثل ما يتحدثون، وهذا الشيء لم يحصل لأن الاعتداءات مستمرة، القتل مستمر، حرق الخيام مستمر، الخطف مستمر، فلذلك كل هذه الوعود في أنه القوى الأمنية والقوى الحكومية تحمي التظاهرات كذبة كبيرة، هذه الحقيقة. وحدث هذا بالبصرة وبساحة التحرير والنجف والناصرية وكثير منها، وشيعوا من الشهداء كثير من الشباب من المتظاهرين. وبالعودة إلى السؤال الأول، لماذا يعني طالبت ثورة تشرين بالانتخابات المبكرة؟ نقول إنهم يعني منذ أول يوم لانطلاق هذه التظاهرات في الأول من تشرين الأول عام 2019 طالبوا بإسقاط العملية السياسية وإزاحة كل قوى العملية السياسية خارج منظومة الحكم للعراق، لأنهم كانوا قد أيقنوا بعد 17 سنة من هذا الخراب الكبير أن هذه القوى هي المسؤولة عن خراب العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وهي المسؤولة عن الفساد والخراب والدمار وضع هيبة العراق وضياع استقلاله وسيادته وضياع حق العراقيين في العيش الكريم وضياع حتى أحلامهم، مصادرة أحلامهم، فلذلك طالبوا بإزاحة كل هذه الطبقة السياسية بدون استثناء، ولم يستثنوا أي يعني أي من هذه القوى السياسية الداخلة بالعملية السياسية. وكانوا يقولون استمرار هذه القوة في حكم العراق سيؤدي إلى تدوير الخراب، زيادة الفساد، زيادة التدمير، زيادة ضياع الأمن، سيؤدي بالتالي إلى إنهاء العراق بشكل كامل، ويعني ربما لا تكون هناك فرصة لإنقاذه مرة أخرى. أهل العراق طبعا قبل هذا كانوا قد عبروا عن مقاطعات من الانتخابات في عام 2018، أكثر من 82% من العراقيين لم يشاركوا في الانتخابات، وكانت رسالة واضحة أن الشعب العراقي قاطع هذه الانتخابات
وصل إلى قناعة أن عدم الإيمان بكل هذه، ليس له ثقة بكل هذه القوى السياسية التي تحكم العراق بالعملية السياسية، ليس له ثقة بالعملية السياسية، ويريد أن يزيح كل هذا الموضوع، وليس له ثقة بالحديث عن الديمقراطية والانتخابات، هذه الكذبة الكبيرة، وبالتالي قاطع 82%، لكنهم زوروا أيضا وقالوا النسبة أكبر، وعادوا مرة أخرى إلى حكم، وجاءوا بعادل عبد المهدي وأزاحته الثورة. ولذلك كانت المقاطعة بيانا للثورة، يعني البيان الأول للثورة التي انطلقت في الأول من تشرين الأول عام 2019 فيما بعد، كانت هذه البيان الأول للثورة المقاطعة. والآن الحديث يجري عن مقاطعة سنتحدث عن ذلك. الحقيقة ربما البعض يسأل، طيب المتظاهرين طالبوا بإجراء الانتخابات المبكرة؟ نعم، طالب كل ثوار ثورة تشرين، كل الشباب، كل العراقيين طالبوا بالانتخابات المبكرة، لأنهم أولا تظاهرات سلمية، لا يريدون أن يستخدموا القوة في إزاحة هذا النظام، العالم كله لا يقبل بالقوة، فبالتالي هم استخدموا السلمة والوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم. ومطالبهم ما دام انتم تقولون انه احنا عندنا دستور، عندنا واحنا ديمقراطيين، خلاص نذهب الى الانتخابات، لكن الانتخابات هذه مشروطة كانوا يطالبون بها، اشترطوا جملة من النقاط يعني في الطريق الى 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 إقامة هذه الانتخابات، قالوا يعني يجب وضع قانون جديد للانتخابات لا يمكن ذوي الأغراض الخبيثة والقوى الحاكمة للعراق من أن تتسيد المشهد مرة أخرى وتعود لحكم العراق، هذا واحد. اثنين، تقديم قتلة المتظاهرين إلى العدالة. ثلاثة، تقديم الفاسدين ويعني تشخيصهم وتقديم الفاسدين إلى العدالة أيضا. رابع، حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الميليشيات في العراق، هذا كله طالبوا به المتظاهرين. إنشاء مفوضية للانتخابات مستقلة فعليا وليس مثل ما يقولون في الاسم فقط، وإطارها وعملها مستقل فعليا وبعيدة عن المحاصصة التي تطبع كل عملها منذ عمل في منذ تأسيسها لحد الآن. وفضلا عن ذلك أيضا إجراء تغيير في شكل وطبيعة وتوجهات المحكمة الاتحادية، إيقاف تمويل الحكومة لهذه القوى الحزبية والميليشياوية لكي تستخدم المال السياسي في إعادة نفسها، في ابتزاز الناس، في قهرهم، في قدرتها على الفوز بالانتخابات بالشكل اللي تريده، لأن المتنافسين لا يملكون هذه الأموال وهم يمتلكون من الأموال الكثير، ابتزاز وتضليل وشراء ذمم وبالتالي وتزوير، وبالتالي يذهبون إلى النقطة الأخرى، تأمين ضمانات دولية وإقليمية رصينة لإجراء الانتخابات وتأمينها وضمان نزاهتها وضمان أن نتائجها طبيعية وحقيقية وليست مزورة مثل ما يحصل كل مرة. ومن ضمن هذا طبعا الكشف عن بطاقات الناخبين هذه الإلكترونية اللي مئات الآلاف من عدها لحد الآن مختفية وموجودة في أدراج هذه الأحزاب، ستخرج عند الانتخابات ليكون فيها أصوات لهم، هذه الحقيقة. وبالتالي يظهر أن محاولة الكاظمي هذه لتحديد موعد الانتخابات مكشوفة للقفز على مطالب العراقيين، وبالتالي فإن إعلان الكاظمي لم يفي بوعده، حقيقة رغم الإعلان إلا أن الكاظمي لم يفي بوعده ولا بالتعهدات التي قالها في إجراء الانتخابات. هذه الانتخابات الغاية منها هي إدامة العملية السياسية وليس الاستجابة للشعب. القوى السياسية التي جاءت بالكاظمي تعهد لها وتعهدت له بأن تحميه شرط أن يصون العملية السياسية ويعبر بها إلى بر الأمان، هم في مأزق كبير، هذه الحقيقة. فلا يمكن إجراء انتخابات في ظل سيطرة الميليشيات، في سيطرة السلاح، الابتزاز، هذا كل الكاظمي غير قادر، الكواتم والاختيالات والابتزاز والقوة والاعتقالات والاختطاف هذه كلها موجودة، فكيف تجري انتخابات في هذا الشكل؟ النازحين في المخيمات،
الوضع الاقتصادي منهار، وضع كورونا، كل هذه الأمور كلها متشابكة مع بعضها، ويقول نذهب إلى انتخابات مبكرة بهذا الشكل من غير أن يهيئ الطريق باتجاه الانتخابات. نعم مطلوبة، لكن الطريق إلى الانتخابات يحتاج أن يهيئ أولا، ولذلك الانتخابات المبكرة مجرد كذبة، محاولة لشراء وقت للعملية السياسية، محاولة لشراء وقت أطول للفساد والخراب وإعادة تدوير النفايات مرة أخرى. و 17 سنة كانت كافية للشعب لكي يفهم هذه اللعبة ولا يوافق عليها. لذلك الآن الحديث يجري في أوساط كثيرة من الشعب لمقاطعة هذه الانتخابات إذا ما لم يتم تلبية كل هذه الشروط. أترككم بخير وألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.